هنرجع بقى مع المكرمين وناخد أول مداخلة معانا مع الموسيقار الكبير الفنان تامر كروان وجائزة أفضل موسيقى عن مسلسل رسالة الإمام. أستاذ تامر، برحب بيك معانا في التاسعة يا فندم. أهلا وسهلا، ازيك أستاذ يوسف؟ الله يخليك، ألف ألف مبروك. يعني موسيقى تامر كروان يعني بتتكلم عن نفسها، احنا شفنا موسيقى مختلفة تماما. عايز أعرف من حضرتك، مسلسل تاريخي زي ده الكتابة الموسيقى بتاعته بتبقى عاملة ازاي؟ اولا الله يبارك فيك واشكرك على الاطراء. لا، هو رساله الامام السنه دي كان يعني مسلسل تاريخي ديني بس بشكل مختلف شويه. علاقه الامام الشافعي بمصر بالذات، وكان برضو الهدف ان احنا نقرب اكتر للجمهور المعاصر. مظبوط. يعني حتى الموسيقى فيه متقدمة بشكل مختلف عن الموسيقى اللي معتمدة على الآلات القديمة والكلام ده. لا، احنا خدنا الموضوع بشكل معاصر، ما يتضربش تاريخيا طبعا، بس أكيد. بشكل معاصر بحيث انه يقدر يبقى يدي الدفعة الدرامية جوه المسلسل عشان ما يبقاش فيه تضارب تاريخي، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه ان هو بعيد عن المعاصره، يعني اللي هي كانت جزء من عناصر المسلسل ككل. يعني تغلبت ازاي على الآلات اللي ما كانتش موجودة في الوقت ده؟ لا، هو في اتفاق ضمني كده من اول ما السينما ابتدت والدراما ابتدت ان في استخدام الاوركسترا بيبقى مسموح فيه حتى لو الاوركسترا دي مش موجوده تاريخيا في المناطق. فبالتالي كان استخدام الاوركسترا بشكلها الغربي يعني مع استخدام بعض الالات الشرقيه اللي كان وجودها موجود في الفتره دي زي العود، يعني كان اخترع ساعتها. مظبوط. جلسات او الورش اللي بين حضرتك كانت وبين المخرج استمرت كتير قبل التحضير للموسيقى ولا كانت عامله ازاي؟ يعني القعدات مع الاستاذ لايس حجرو طبعا كانت مثمره جدا، لان هو مخرج فاهم هو عايز ايه بالظبط من كل عناصر العمل، فبالتالي هو قدر يديني اللي هو عايز ايه من الموسيقى في المسلسل، ايه دورها في المسلسل، وايه ازاي بتدعم الدراما بشكل اساسي. فطبعا قعدنا مع بعض قعدات كتيره اثناء قبل المسلسل، قبل ما ابتدي اشتغل في الموسيقى، وكمان خلال عمل المسلسل لغايه ما وصلنا للصيغه اللي انا وهو انبسطنا منها وقدرنا كلنا انبسطنا وقلنا بصراحه منها يا استاذ الله تامر بجد. قدرنا ان احنا نقدر ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه انا وهو، يعني هو كمخرج عنده الرؤيه الشامله للعمل، وانا كمؤلف موسيقي اقدر ان انا اترجم الرؤيه الشامله دي للموسيقى تناسب العمل بشكل اساسي. تمام. اخر حاجه يا استاذ تامر، معلش يعني مضطر اسال حضرتك عن شعورك امبارح في اثناء التكريم والجو العام في العالمين الجديده وكونها ان هي تضم مهرجان زي ده. الحقيقه انا يعني اول مره اروح العالمين الجديده بصراحه انبهرت جدا بالمدينه، وشايف انها خطوه مهمه جدا على طريق يعني ان احنا يبقى عندنا مدن مختلفه نقدر الناس تقدر تعيش فيها غير نهر النيل يعني. مظبوط. فده حاجه مهمه جدا. تاني حاجه وجود المهرجان في العالمين، احنا في الصيف، فبرضه كان شيء ذكي جدا انه يتعمل في العالمين عشان يدي دفعه للمدينه ويدي دفعه للسياحه في المنطقه يعني. فطبعا ده شيء ذكي جدا وشيء مشكور يعني الحقيقة. الموسيقار الكبير الفنان الاستاذ تامر كروان، احنا بنشكر حضرتك وبنبارك لك مره تانية على جائزه افضل موسيقى عن مسلسل رساله الامام وعن كل الموسيقى اللي حضرتك بتقدمها بجد. الله يخليك استاذ يوسف، والله يبارك فيك ومشكور شكرا جدا.